تذكر أن هذه العين فيها قرص صلب أو ميموري كما يسمونه، ذاكرة خلفية ستحفظ كل المشاهدات، والمشاهدات يوم القيامة ستبدأ تنطق أنا يا ربي للفاحشة رأيت. تذكر أن هذه العين التي تمتعها بالحرام إذا كنت تريد أعظم نعمة تمر على مؤمن، أعظم نعمة تمر على مؤمن، أعظم نعمة تمر على مؤمن، أعظم من الحور والدور والقصور والجنان وخمر الجنة ورحيق الجنة وأرائك الجنة وأنهار الجنة، أعظم نعمة أن ترى بهذه العين وجه الله جل وعلا، وجه الله جل وعلا. كيف تريد أن ترى ربك في الجنة وأنت عينك خائنة، وأنت عينك خائنة، وأنت عينك خائنة، وأنت عينك خائنة.